في فقرة الصحة، علاج الألم التداخلي يساعد على تخفيف الآلام المزمنة وقد يغني عن الجراحة. علاج الألم التداخلي يعنى بمعالجة الآلام خصوصاً المزمنة منها. أكثر ناس بيتوجهوا لعنا على عيادة الألم هن تقريباً 70-80% بلبنان، هن ألم الظهر أسفل الظهر وألم الرقبة وألم الرأس. هودي أكثر شيء خاصة بالظروف الحالية، اليوم كل العالم عم يجوع على راسه أكيد، فأكيد في أوجاع ناتجة عن الأورام والسرطانات وهيك شغلات، روماتيزم، أوجاع العضلات وتشنجات، كل هيدا ممكن يتوجه لعنا. كيف يطبق علاج الألم التداخلي؟ علاج الألم منبلش بالطرق التقليدية، أول شيء أدوية للألم. بكثير من الأحيان بنوصل للعلاج الألم التداخلي في عدة أنواع من الانترفنشنز اللي هي حقن وأبر بنعملها بعدة أماكن حول العصب أو بقلب المفصل، ديبانز أكيد. وفين أمرار بنستعمل أشياء بنسحبها من الجسم، يعني ممكن مثل البلازما، مثل خلايا جذعية ممكن نستفيد منها لمعالجة الألم في بعض الأحيان. تختلف نسبة الاستجابة للعلاج هذا؟ هلا هودي الأبر خاصة للعمود الفقري بنعملهم أكيد، فينا نعمل كذا وحدة، في ناس بتتحسن كتير عليهم وبالأحرى ممكن يخلصوا من عملية مثل ما قلنا، في ناس تستفيد فترة طويلة أكيد، بتختلف هيدي المدة، ما في حالة مثل التانية. يعني نحن بنقوله للمريض probably بين 3 أشهر 6 أشهر بيكون good ريزالت نحن بنعتبرها. وفي ناس إذا ديسك عند شاب صغير ممكن يروح الألم وما يعود يرجع، يعني في احتمال. في بروسيجر غير الحقن والأدوية، فينا نعمل تردد حراري يعني راديو فريكوانسي أبليشن للألياف تبع الألم اللي هي بقلب النيرف من دون ما نأثر على النيرف، فهيدي كمان ممكن تعملنا جود أوبشن. العلاج الفيزيائي والنفسي في هذه الحالة مهم جدا، والتعاون بين أطباء من مختلف الاختصاصات لمتابعة الحالة ضروري.